هذه رسالة وردت من الخماسين من وادي الدواسر من السائل محمد إبراهيم سلطان. يقول: عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع عندنا بوادي الدواسر، ويأتي إلي أناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على أناس آخرين، فإذا صار على حظ المدين أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني، ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه وهكذا، وهو في مكان واحد إلا أنهم يستلمونه عدا في محله، فهل في هذه الطريقة إثم أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. نعم، هذه الطريقة حيلة على الربا المغلظ الجامع بين التأخير والفضل، أي بين ربا النسيئة وربا الفضل، وذلك لأن الدائن يتوصل بها إلى حصول 12 مثلا بعشرة، وأحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتي إلى صاحب الدكان على أنه سيدينه كذا وكذا من الدراهم، العشرة 12 أو أكثر أو أقل، ثم يأتيان إلى هذا إلى صاحب الدكان ليجري معه هذه الحيلة. وقد سمى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله سمى هذه الطريقة الحيلة الثلاثية، وهي بلا شك حيلة على الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. نعم، فهي حرام ومن كبائر الذنوب، وذلك لأن المحرم لا ينقلب مباحا بالتحيل عليه، بل التحيل عليه يزيده خبثا ويزيده إثما. ولهذا ذكر عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في هؤلاء المتحيلين، قال: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله، فإن المتحيل مخادع بمنزلة المنافق مع الكافر الصريح، يظهر أنه مؤمن وهو كافر. هذا المتحيل على الربا يظهر أن بيعه وعقده بيع صحيح وحلال، وهو في الحقيقة حرام. وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين أعظم من كفر الذين يصرحون به، حيث قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كذلك هذا المتحيل على الربا أشد إثما ممن يأتي الربا الصريح. ثم إنه أسوأ حالا أيضا. كيف؟ لأن هذا المتحيل يشعر بأنه على طريق سليم فيستمر، ولا يخجل من الله ولا ينزع عن غيه، بخلاف الذي يأتي الشيء صريحا فإنه يشعر بالخجل من الله وبأنه ارتكب المعصية ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة. لذلك هذا أسوأ حالا ومآلا من الذي يأتي الربا الصريح. أما موضوع العبد وهو في مكانه وجعل ذلك من باب القبض، فإنه أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره استنادا إلى قول الفقهاء رحمه الله، ويحصل قبض ما بيع بعد بعده. وعندي أنه لابد من حيث الوجهة الشرعية لابد مع ذلك من القبض، وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك، لكن إذا بيع بالعد لابد مع ذلك بالإضافة إلى كونه في حوزتك وفي قبضتك
لا بد مع ذلك من عده. فإن كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم، وإن لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أن القبض أن يكون الشيء في قبضته، لكن إذا كان قد بيع بعد أو كيل أو وزن أو ذرع فلا بد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض. ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، أي في المكان الذي اشترت به، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا مسلك من مسالك تحريم هذه المعاملة التي أشار إلى الأخ. فالمسلك الأول أنها حيلة وخداع على الربا، ربا الفضل والنسيئة. والمسلك الثاني أنها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومن المؤسف جدا وحقا أن كثيرا من الناس يتعاملون بها كما أشار إلى الأخ، ظنا منهم أن ذلك من باب التورق الذي أجازه بعض أهل العلم، ولكن ذلك ليس من باب التورق. ولهذا تجد أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أتى على وجه، إذا أتى على ذكر التورق ذكر خلاف أهل العلم فيه، ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية قال إن هذه من الربا بلا ريب، فدل ذلك على أنها ليست من مسألة التورق في شيء. وهو واضح أيضا، فإن التورق كما قال أهل العلم أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيشتري ما يساوي 100 ب110 مثلا إلى أجل. فهنا تجد في مسألة التورق أن الشراء وقع على عين السلعة وأنها مقصودة، وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك، لأن الدائن والمدين في الصورة التي أشار إليها السائل اتفاق على الربح قبل الملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يغمن، يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك، فالربح فيه منهي عنه، وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ضمانه، أعني الدائن. ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التورق بأن التورق كما أشرنا إليه يشتري السلعة بعينها، يريدها بعينها ليبيعها، فتجده يقلبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها، لكن هذه الحيلة أو هذه الصورة التي أشار إليها السائل الدائن لا يهمه ما في هذه الأكياس، ربما تكون هذه الأكياس قد أكلتها السوس، وربما أكلتها الأرض، وربما تعفنت، لأنها لا تحمل ولا تنظر ولا يفكر فيها. بل في ظني لو أن صاحب الدكان هذا، صاحب المستودع، أتى بأكياس مملوءة رملا وقال هذه أكياس سكر أو أكياس ما شاء، ثم باعها على الدائن وباعها على المدين وذاك اشتراها بنقص، في ظني أن المعاملة ستمشي. نعم نعم، لأن حسب ما نسمع أنهم لا يفكرون ولا يقلبون ولا ينظرون. فبالله عليكم أيها الناس قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إنه لما حرم الله عليهم شحومها جمالوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فانظروا أيما أقرب إلى صورة الحرام، فعل اليهود الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقتال الله لهم أي بلعنه إياهم على قول أو بإهلاكه إياهم على ما نراه، فإن معنى قاتل الله كذا أي أهلكهم، لأن من قاتل الله فهو مغلوب مقتول. على كل حال
المسلم يجب أن ينظر أيما أقرب إلى صورة المحرم، ما فعله اليهود الذي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بما دعا عليهم به، أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يهيئ لهم طريقا مباحا. الطريق المباح مثلا أن يستعملوا السلام، ولو أطلت في الجواب لأن الحاجة والضرورة دعت له، أن يستعملوا طريقة السلام الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلم إليه من المدين عند حلول الأجل، مثل أن يقول هذه 10,000 ريال نقدا خذها على أن تأتي إلي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا وكذا، السيارة تساوي نقدا 8,000 ريال 12,000 ريال، لكنها من أجل التقديم صارت 10، فيكون الدائن ربح 2000 وذاك استفاد من الدراهم وانتفع بها. هذه الطريقة طريقة سليمة جاء بها الشرع، لكن الناس لا يستعملونها. لماذا؟ لأن الدائن يقول إذا فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ذبح، فلذلك يتهربون منها. وفي أيضا طريق آخر، أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة معينة بدلا من أن يلف بهذه الطريقة المحرمة يذهب إلى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينه، يشتريها فيقول بعني هذه وهي تساوي 10 مثلا، يقول بعنيها 12,000 أو 15,000 أو ما أشبه ذلك، فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعينة، وهذه طريقة سليمة لا بأس بها. على كل حال، من خلصت نيته وراقب الله عز وجل واتق الله، فإن الله سيجعل له من أمره يسرا وسوف يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب.